سيد على الجانب الآخر، أولا أنا عايز أعرف رأيك بقى سيد معوض في كولر، مش في هذه البطولة ولكن خلال فترة 7 أو 8 شهور منذ مجيء كولر في سبتمبر على ما أتذكر لغاية الآن. اولا هنقول الصفات بتاعته اللي احنا شفناها من غير حتى هو ما يتكلم. هو راجل هادي، راجل بيشوف كل حاجه بنفسه، واضح ان هو ما بيسمعش كلام اي حد، بدليل ان هو اول ماتشات جرب فيها ناس كتيره جدا، جرب معظم الفرقه وكان بيعمل تغييرات كتيره جدا، حتى احنا كنا مستغربين ان هو بيعمل روتيشن في اول الموسم، عمال يغير في اللعيبه لان هو كان بيتعرف على اللعيبه، فاول ما تعرف على كل واحد يعني. معلش، هنا كان بيتفرج على اللعيبه من خلال مباراه رسميه. مباريات رسميه هو بيتعرف على اللعيبه، يعني بيتعرف، يعني ممكن لعيب النهارده لعيب ادى اداء كويس وبعد مباراتين ثلاثه مستواه نزل، فهو ما شافش مستواه الحقيقي. هو المستوى الحقيقي لاي لعيب ان اللعيب يبقى عنده استمراريه في الملعب. يعني انا هضرب لك مثالين ثلاثه. في الاول طاهر كان اساسي معاه جدا، حسين شحات كان بره الصوره تماما، اللي نهى دلوقتي العكس. العكس ليه؟ لان هو تعرف على اللعيبه من خلال الاداء، فهو تقييمه دلوقتي للعيبه اللي عنده استمراريه في الاداء الجيد هو اللعيب الاساسي بتاعي. احمد عبد القادر نفس الكلام، لعيبه كتير جدا موجوده في الملعب، فانا بشوف ان هو يعني خد وقت عشان يتعرف على الفرقه وده شيء كويس جدا، انما هو مدرب عنده ثقه في نفسه، عنده ثقه في اللعيبه اللي بيلعبها، وعنده فكره بتتنفذ جوه الملعب. طريقه اللعب النادي الاهلي كان بيلعب ساعات كتيره بثلاثه في نص الملعب، بس في اوقات ان هو كسبان، انما النادي الاهلي مثلا ما كانش بيبدا ثلاثه ديفندرات موجودين، ممكن مهامهم مختلفه بس ما كانش بيبقوا موجودين مع بعض معظم الوقت. مع موسيماني، مع اي حد قبل كده، انما الراجل ده عمل التوليفه دي، يعني خرج من الثلاثه، خرج من حمدي قدرات هجوميه احنا ما كناش بنشوفها قبل كده. حقيقي. وطور عدد من اللعيبه كبير جدا. طور عدد، يعني هو دلوقتي عندك، يعني انا كنت على طول اول ما اتكلم على فرقه النادي الاهلي اقول عندها مشكله في الجناحين. دلوقتي العكس. دلوقتي العكس، هم اللي بيكسبوك. ما هو لا كسبوك، خلي بالك، بيدافعوا كويس بيدافعوا كويس وبيهاجموا كويس. انا كنت لسه اقول لك دي. والنقطه الاهم، خلي بالك، هو ان انت اللعيب الاجنحه في العالم دلوقتي لازم يكون جاب جون او عمل جون خلال المباراه، ما بيطلعش كده. صح. ده اللي حصل الفتره الاخيره، بيرسي تو وحسين الشحات هم في كل اللقطات المميزه للنادي الاهلي هم موجودين فيها، سواء جابوا جوان، سواء صنعوا اهداف، سواء موجودين في الناحيه الدفاعيه. بيرسي ده عمل مباراه الوداد الاولى، حتى هو ما كانش في اعلى مستوى ليه، بس الناحيه الدفاعيه بالنسبه له في كورتين ثلاثه وانت كسبان اثنين، فانا بشوفها من الحاجات اللي يطورها لك مدرب. يعني في التزام في الملعب، فهو مدرب واضح ان هو عنده التزام تكتيكي كبير جدا، واضح هو ان هو بيبقى عارف عايز ايه من الماتش. تغييراته ممكن تبقى متاخره شويه، بس هو عشان عنده فكره معينه، عشان بينفذ حاجه مش سايبها كده على حسب مباريات الماتش. هو الراجل بيحب يلعب بالطريقه دي وبيحب اللعيبه اللي بتنفذ بالطريقه دي. انما هو انا اتمنى كواحد بقى بيحب النادي الاهلي ان اي مدرب يبقى موجود في النادي الاهلي يبقى مشروع. مشروع بمعنى يعني يبقى فترة كبيرة، فترة كبيرة هو اللي يطور لك اللعيبة. أعتقد إن ده اللي بيسعى ليه إدارة الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، إن هو المشروع زي ما إحنا بنتكلم. ولكن أنت تعلم دلوقتي التحديات المادية حتى كبيرة جدا جدا، وهناك بعض الأندية في الخليج مثلا بتعرض أرقام أضعاف وأضعاف اللي أنت بتعرضها، وبالتالي تحديات كبيرة جدا إن أنت تقدر تحافظ على سواء مدربين أو لعيبة. اكيد، بس انت بتعمل اللي عليك يعني. بالظبط. وطبيعي جدا، هي الكوره بتبقى فترات كده، ممكن تلاقي فتره الاغراءات في اماكن تانية كبيره جدا، وممكن تلاقي العكس، تلاقيك انت هنا في مصر اعلى من اماكن تانية، من اماكن اخرى. وده اللي كان بيحصل السنتين ثلاثه اللي فاتوا، يعني هتلاقي كل مثلا لعيبه شمال افريقيا بيقول لك انت، يعني انت كنت اولويه بالنسبه لهم لان انت كانت فرصه كبيره جدا. فانا بشوف يعني الفكره نفسها ان يبقى عندك مدرب مشروع، يبقى عارف كل حاجه، يبقى هو اللي بيخطط للنادي، بيخطط عامل التواصل مع قطاع الناشئين، عامل التواصل في الصفقات الجديده، عامل التواصل مع المجموعه الموجوده حاليا، هو اللي بيختار اللعيبه، هو اللي بيقول مين يمشي ومين يقعد. اظن ده يعني هتبقى حاجه مميزه للنادي الاهلي لو كمل فتره طويله 3 4 سنين، هيفرق مع النادي الاهلي جدا. طيب بالنسبه لكولر اخيرا، يعني في موضوع كولر،
هناك البعض بيحاول يعني حتى هذه اللحظة يمكن من يومين أو من 3 أيام حتى بعد فوزه بالبطولة بيحاول إن هو يقلل من إسهامات كولر مع النادي الأهلي، إيه رأيك؟ إسلام هو مدرب حقق كل البطولات اللي شارك فيها والنقطة الأهم أنا ممكن أيوة أنا مش فاهم هو يعني أنا ممكن أطلع أقول إن سيد معوض ينفع أنا أطلع أقول مثلا إن سيد معوض ده ما عندوش فكرة، ما بيعرفش يرفع أوفر، ما بيعرفش يرقص، ما بيعرفش يقف في الباك ليفت، ما ينفعش إن أنا أقول كده لأن أنا لو قلت كده الناس هتقول عليا كلام ما يصحش أقوله على الهواء بنتائجه وببطولاته انت فاهمني. والنقطه الاهم برضه انا مع احترام طبعا بحترم الناس كلها وكل حاجه طبعا، بس انت مثلا كسيد عايز يقول رايه بكولر قول لي 1 2 3 قول لي اسبابك، ما يبقاش كلام اللي هو كلام عام اي كلام. طب ايه المعنى؟ انا عايز اوصل للمعنى يعني ايه المعنى في ان انت تقول على كولر او على اكس على كولر، خلينا نتكلم على كولر دلوقتي، انا بتكلم على كولر بقول ان هو ما عندوش فكره في ظل ان هو دخل 4 بطولات لو جبنا ارقام يعني دخل 4 بطولات فاز ب4 بطولات زي ما انت بتقول كل تقريبا المحللين الفنيين بيتفقوا على ان تطوير اداء معظم اللاعبين خصوصا نقاط الضعف اللي كانت موجوده عندنا اصبحت نقاط قوه، وبالتالي ده بيقول ان احنا معانا مدير فني جيد. طبعا والنقطه برضو الاهم الراجل كان جاي على ايه؟ خلي بالك موسيماني كان مدرب كبير جدا طبعا، موسيماني جه والنادي الاهلي كان خارج من بطولة افريقيا ما حصلش على بطولة افريقيا بقاله فترة، فعمل تغيير كبير ان هو النادي خد البطولة وخدها ولعب كاس عالم الاندية وخد المركز الثالث بعد ما مشي موسيماني، والفترة بتاع سواريز دي كانت فترة صعبة شوية، اللعيبة اتأثرت، انت ضاع منك الدوري، اللعيبة كانت في اقل مستوياتها بعد كده، اللعيبه ما النادي خد قرار مميز جدا وهو راحه اللعيبه صحيح وكمل، ده انا بشوفه من القرارات اللي فرقت مع ده اول يعني. حاجه هتكلم فيها يعني انا بعد تليفونك اول مشهد بالنسبه لي هو هيكون هذا المشهد، بدايه اراحه اللاعبين بهذا القرار انا بعتبره قرار تاريخي الحقيقه. طبعا لان فرق معاك جدا، انت اللعيبه هي اللي شاركت في البطوله على فكره، ما زادش عليها حد كبير جدا، انت كل اللعيبه اللي ريحت يعني اضافات قليله جدا، انما حتى اللعيبه اللي كانت مصابه اما رجعت بشكل كويس. يعني انا اعتبرتهم في وقتها في وقتها ان هم انا قلت 11 هم كان 11 واحد مريحين، فانا قلت 11 صفقه جديده، والله يا سيد انا قلت كده. طبعا الناس طلعت اتريقت يا عمي انت بتطلع تقول ايه وبتاع، الحمد لله يعني دلوقتي نقدر نقول ان ال 11 صفقه اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي كان لهم او اراحه او القرار بتاع اراحتهم كان له دور كبير جدا في هذا الامر. طبعا فرق في اللي احنا فيه دلوقتي يعني فرق معاك جدا، فرق معاك بشكل كويس جدا بدليل البطولات اللي انت عمال تحققها والمستوى كمان اللي بتأدي بيه اللعيبه دي، يعني اللعيبه دي مختلفه عن قبل الراحه يعني، فاكيد الراحه دي فرقت معاهم والقرار ده فاز الفرقه بشكل كويس جدا. انما اخيرا بالنسبه لكولر يعني هو كل مدرب بتقيم في حاجتين، اولا البطولات اللي بيشارك فيها وخصوصا ان هو في نادي كبير بياخد بطولات هو الراجل خدها، تطوير اداء اللعيبه هو الراجل بيعمل كده، فانت عايز منه ايه تاني؟ انا النقطه بس صح. اللي يعني اللي شايفها اللي ممكن بس دي كان لازم ياخد وقته فيها هي ان يبقى نظره بعيده شويه لسنتين ثلاثه لسنتين ثلاثه قدام. اعتقد ان النهارده يعني اللي انا فاهمه ان من بكره هيبقى او من النهارده الساعه 9 تقريبا هيبقى في عدد كبير من الناشئين موجودين يتمرنوا مع الفرقه، وبالتالي اعتقد ان نظرته للناشئين هتكون نظره مستقبليه اكتر يعني منها شيء اخر. في السنتين ثلاثه يعني انا من يومين مثلا اتسالت ان اذا مشي حمدي فتحي بالظبط، فانا كان ليا وجهه نظر المكان ده فيه دلوقتي السوليه، في البيانت، في مروان، في قندوسي، ان شاء الله هيرجع اكرم، موجود برضو قفشه ممكن بيلعب والراجل استخدمه الماتش اللي فات في الحته دي، بس انا بتكلم في كل ده ما يخلكش مثلا تفكر في صفقه خارجيه، فكر في مثلا في ولد انت تقصد انا عندي الحته دي فيها استقرار وبالتالي انا عندي 5 6 فاقدر احط بينهم ولد 17 18 سنه يتعلم يطلع يتعلم وياخد وقت قليل، فمع الوقت خلال سنة أو سنة ونص هيكون لعيب في الفرقة، يبقى أنا استفدت. وكمان زي ما أنت قلت يا إسلام الإغراءات والضغوطات المادية الكبيرة جدا، فأنا بوفر 20 30 مليون من طاقة صحيح صحيح. وبرضه وبأمانة مين اللعيب اللي بره النادي الأهلي جوه الدوري اللي أنت هتشوف إن هو هيفرق معك بشكل قوي؟ لو تفكر فيها أيام زمان زي متعب مثلا
متعب، ما هو صعد من قطاع الناشئين وجوزيه اداله ايامنا يعني، اداله شويه حاجات، اداله شويه ماتشات وبعد كده دخله. حسام عاشور طبعا مثال واضح لهذا الامر. دلوقتي اعتقد مثلا محمد هاني مثال واضح لهذا الامر، احمد عبد القادر مثال واضح لهذا الامر، اكرم توفيق، تريزيجيه اما طلعوا ولعبوا، رمضان وتريزيجيه، رمضان صبحي وتريزيجيه لما طلعوا ولعبوا واحترفوا بعد كده، وندفت لما قال صحيح. هو الطبيعي، وانت عندك الفرصه يعني، انت نقطتي ان انت تدخل ولد مع 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 المجموعه اللي موجوده، هتشيله وهتخليه يبقى يؤدي اداء كويس. فانا بشوف ان النادي، انا اللي بره المجموعه اللي بره النادي، اللي الناس بتقول ان ممكن يبقى في تفاوض ما بينها وبين النادي او مرشح، انت شايف الناشئين افضل؟ انا بشوف ان انت لو ما جبتش حد احسن من اللي موجود عندك، يبقى ولد تصبر عليه ويتطور تحت مدرب افضل كبير زي اللي موجود، هيفرق معاك بشكل كبير. وهتفرق معاك يعني، انت لو وفرت صفقتين ثلاثه في 20 30 مليون، انت بتوفر 100 مليون جنيه. الموضوع يعني ميزانيه طبعا، وما يكونش تاثير يعني، ما يكونش الولد ده مثلا هو رقم واحد في مكانه، هو رقم اثنين او ثلاثه، فمع الوقت هيبقى رقم واحد. لا كمان ما يكونش رقم اثنين يا سيد، يعني انا برضو معاك في الكلام اللي انت قلته فيما يخص وسط الملعب تحديدا، انت عندك وفره كبيره في هذا المكان، وبالتالي تقدر لو حصل حاجه زي ما بيتقال، انا ما اعرفش طبعا، هو دي ليست معلومه من قناه الاهلي، انا بس بقول ان ده الكلام بيتقال، انه لو حصل حاجه زي دي وحد من نص الملعب مشي، فبالتالي يبقى ممكن يبقى رقم 3 و4 او رقم 4 او 5 عشان يتعلم من الاربعه خمسه اللي فوقيه ومن مدير فني كبير زي مارسيل كولر. وما يجيله فرصه في ماتشات اقل شويه يعني، هي ان انا اديله فرصه هياخدها بالظبط كده. كل الانديه اسلام، في برشلونه مثلا في ولد 2007 كان قاعد احتياطي في ماتش اتلتيكو مدريد. اتلتيكو صح، اتلتيكو مدريد اصغر لاعب تقريبا، ونزل اخر خمس دقائق تقريبا. يعني في ماتش اتلتيكو مدريد ده مش ماتش سهل، ده ديربي موجود يعني. فان انت يعني الموضوع بالنسبه لك ان انت الفكره دي تكون مطروحه جوه النادي، انا شايف ان هي هتبقى من اهم الحاجات اللي هتفرق مع النادي الفتره الجايه ان شاء الله.